طورت المنظومة الغربية أدواتها لاصطياد أعدائها عن بعد. الصواريخ الموجهة كانت كلمة السر والسلاح الذي أحدث الفرق في عمليات الاغتيال. فما ميزات هذه الصواريخ وما أبرز أنواعها؟ تحدد العديد من العوامل فاعلية ودقة الصواريخ الموجهة المستخدمة في الاغتيالات: التصميم والهيكل. تصنع من مواد خفيفة كالألمنيوم والتيتانيوم لضمان متانتها وخفتها. أنظمة التوجيه: التوجيه بالقصور الذاتي INS يعتمد قياس التسارع ويسمح للصاروخ بتتبع مساره دون الحاجة إلى إشارات خارجية. التوجيه النشط يرسل إشارات كالرادار أو الليزر ويتلقى انعكاساتها لتوجيه الصاروخ. التوجيه السلبي يتتبع الإشارات المنبعثة من الهدف كالأشعة أو الحرارة أو الترددات الصوتية. أنظمة الدفع تعتمد الصواريخ الموجهة أحد أنظمة الدفع التالية: الوقود الصلب، الوقود السائل، المحركات النفاثة. تعتمدها الصواريخ المتقدمة لتعزيز السرعة والمدى. الرؤوس الحربية كالرؤوس التقليدية والرؤوس المتخصصة التي تحمل شحنات مشكلة تركز الانفجار لاختراق الدروع. الأنظمة الإلكترونية المعالجة والتحكم والاتصالات، تشمل الحواسيب لمعالجة البيانات ونقلها بين الصاروخ والمشغلين للتوجيه والتعديل والتحكم بالمسار. أشهر الصواريخ المستخدمة في عمليات الاغتيالات: صاروخ هيلفاير AGM-114 هيلفاير، يستخدم بشكل واسع في الطائرات دون طيار والمروحيات الهجومية. يعتمد على التوجيه الليزري أو الراداري ليصيب الأهداف الثابتة والمتحركة، ويمكنه حمل رؤوس حربية متنوعة. صاروخ R9X النينجا مصمم خصيصاً للاغتيالات وضرب الأفراد بدقة دون إحداث أضرار في المناطق المحيطة. لا يحمل رأساً حربياً متفجراً. يعتمد على الطاقة الحركية والشفرات الحادة لتمزيق الهدف. يستخدم في البيئات المدنية والأماكن المزدحمة. صاروخ بريدياتر AGM-176 غريفن، صغير الحجم وخفيف الوزن، مصمم لضرب الأهداف بدقة عالية. يطلق من الطائرات دون طيار والطائرات الهجومية. يمكن توجيهه بالليزر أو بنظم القصور الذاتية، مما يوفر مرونة في الاستخدام. يتم اختيار الصاروخ بناء على طبيعة الهدف والبيئة المحيطة به لضمان تنفيذ المهمة بنجاح وفاعلية.